في أجواء ابتهالية خشوعية رعى قدس الإرش مدريد بنديكتوس كيال الوكيل البطريركي في شمال المملكة أمسية تراتيل فصحية في كنيسة رقاد السيدة العذراء المفرق بعنوان معا للفصح المجيد. أحيتها جوقتو رقاد السيدة العذراء بقيادة الدكتور رامي سماوي، قدموا خلالها مجموعة من التأملات والتراتيل الأرثوذكسية للزمن الفصح المجيد بحضور راعي الكنيسة الأيكونوموس ديمتريوس سماوي وجمع من أبناء الرعية. فيا من صلاحه شامل الكون، يا رب المجدولا آمين. إن الرب لما كان كل عام وانتم بخير. نتمنى لكم أول إشي أعياد مباركة تنعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. جوقة رقاد السيد العذراء اعتادت بكل موسم إن كان ميلادي أو فصحي على إقامة احتفالات وأمسيات مرتلة، وكانت واحدة منها اليوم بعد انقطاع دام أكثر من سنة بسبب انتشار وباء كورونا، والسنة باحتفال 2022 شفتوا اليوم بأداء الجوقة وبالحضور الطيب وبدعم مؤازرة قناة نورسات اللي كانت دائما هي شريك رسمي لجوقة رقاد السيد العذراء. نتقدم لها بكل الشكر والامتنان، ومنخص بالذكر الدكتورة باسمة السمعان، الله يعطيها الصحة ويعطي لجميع القائمين على القناة الصحة والبركة. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم الجميع بالصحة والسلامة. وفي كلمة روحية تحدث الإرش مدريد فنديكتوس عن المعاني الليتورجية التي يبرزها لنا الأسبوع العظيم، مشيرا إلى أن الصاعد مع المسيح إلى أورشليم عليه أن يتسم بقلب نقي وطاهر. كانت أمسية مباركة كنا موجودين فيها مع جوقة رقاد السيدة في المفرق اللي أطربونا كالعادة ونقلوا لنا ونقلونا معهم كمان إلى الفصح المجيد. دائما منحب نيجي ونستمتع بالتراتيل والأصوات الشجية لجوقة رقاد السيدة اللي هي كمان بركة كبيرة للرعية اللي هن موجودين فيها، للرعية اللي هن بيخدموا فيها، وبنفس الوقت هن بينقلوا رسالة البشارة بأصواتهم وأنغامهم البيزنطية في كل مكان. فهذا فرح لإلنا، هاي بركة للرعية اللي هن فيها زي ما حكيت، بركة لبطركيتنا المقدسية إنه في عنا جوقة تعمل كل هذا الجهد، دائما تتعب حتى تخرج لإلنا بهاي المخرجات الجميلة. فربنا يعطيهم كل بركة كل صحة كل قوة، وإنتوا كمان فريق نورسات وكل الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا ربنا يعطيكم ألف عافية وينعاد عليكم عيد الفصح المجيد بالصحة والرخاء. كما تحدث الأيكونومس ديمتريوس عن الاحتفالات السنوية التي تقيمها الرعية بجهد أبنائها المخلصين من جوقة وكشافة وأخوية ومدارس الأحد التي تعمل بعزم وتفان.
بمناسبة الأعياد المجيدة كان في عنا اليوم أمسية مرتلة من جوقة رقاد السيدة العذراء، وأيضا هذه الأمسية اللي احنا اعتدنا عليها اللي هي فيها تسبيح لربنا وتمجيد لربنا. أيضا بعد الأمسية كان في عنا افتتاح البازار الخيري الذي الهدف منه والرأي منه يعود لصندوق الفقير. كان الاحتفال اليوم افتتاح البازار برعاية قدس الأرشمندريت الوكيل البطريركي بنيديكتوس كيال، وأيضا بنوجه من هاي المحطة الرائعة اللي بتغطي دائما نشاطاتنا في كنيسة رقاد السيدة العذراء النور سات، بنوجه المعايدة لأولا للنور سات وأيضا لقائد الوطن بمناسبة عيد الفطر وأيضا بمناسبة صوم رمضان، وكذلك نوجه المعايدة لكل أبنائنا رعيتنا المحبوبة وكل كافة المسيحيين في العالم الذين يعيدون يحتفلون بمناسبة بدء الصوم وأيضا بمناسبة بدء الأسبوع العظيم. ربنا يبارككم، وكل الشكر لكم والتقدير للنورسات على دائما التغطية الرائعة. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. وفي الختام جرى افتتاح البازار الخيري الذي يعود ريعه لدعم صندوق الفقير.